السلام عليكم خوتي كيدير لاباس عليكم بخير مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه يونس واشواق كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وهضر انت كنتمنى تكونوا بصحه جميله جيده جميله جميله قريبي جميله ماما خوتي الفيديو ديالنا ديال هذا اليوم هو ديال التحدي اللي لعبناه قبل حنا كيف ما شفتوا بنفس الدرجه السرينه والخارجين ولكن نتوما غادي يكون ديجا تحت الفيديو نتاع التحدي قبل بيومين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باش نوريكم شنو غنشريو انا شنو غنشري شنو غتشري انا عندي 100 درهم نشري بها اللي ربحت هي ربحت 400 درهم اماراتيه مش هذه هي المغربيه كنتي 1000 درهم ضربوها في المهم خليكم معنا الباص غيمشي علينا تحياتي خوتي يلا ليتس جو أشواق فقط مشي تحي الزبل لا حول الله أنا ندير لك الطيارة الحي ديالنا هو هذا الطبيعة والجمال والحرارة ضربة في راسي راه كدير لي تن ها كيفاش الجمال كدير لي الحرارة اوف اصبر يونس فين ماشي ماشي كنقلب على اشواق حيت فيها الجون تيجي ماشي كنخدم كنقلب على خدمة اشواق اش كتحسي وانت كتشري بالعيا اش كنكون كنشري كنكون فرحانة ولكن دابا عيانة هيا راه تقداس داكشي اللي فغاس تنوريكم شو وصلنا عينا عينا شو هاد النهار ما عرفتش شنو وقع فيه يونس جبتو بعدا يصور غير بالسيف ولا بالشورت اللي عاد شربتي فيا حيت غير تيكيا راسي عرفتو اليوم شنو وقع لنا زعما هاد النهار بوحدو ما فهمتش شنو وقع اولا مشينا كنا غنمشيو للجيمي مول ومن بعد غادي نجيو للان مول باش نشوفو داكشي اللي كنت بغيت انا باش ناخذ وصدق اصلا انا كنت عارفه يونس بلي هو باغي هذيك باغي يربح باش ياخذ داك الحاجه وقلت صافي حيت انا غادي ناخذ نفس الحاجه الا ربحت حيت انا يعني بجوج بينا القناه ديالنا بجوج داك شنو سميتو يونس سيفي ديال الكاميرا داك سيفي ديال الكاميرا اللي كيشد الكاميرا بحال هكا يعني باش كتمشي ما كيتحركش ماشي داك السيلفي العادي غنحتاجوها هذا كيخليه ثابت ولكن مهم يعني هذا هو اللي كنت انا باغا نشري ولكن ما شريتوش لحقاش لقيناه غالي بزاف لقينا ما كنتش متوقع بداك الثمن نهائيا بشحال بشي 1500 درهم ياك 1500 درهم 60000 مغربي اكثر من 60000 صافي يعني غنزيد شويه ونشري كاميرا واحده اخرى انا غادي نشري لا غير سيلفي لا لقينا كاينين حاجه وحدين اخرين دايرين 500 درهم 400 درهم يعني على الطلب المهم نقدروا ناخذوهم من امازون انا غنخلي لكم الصوره ديالو هنا ولا هنا ومنين غناخذوه غنشاركوه معكم ان شاء الله المهم شنو اللي وقع لنا في جيمي مول حنا ماشيين كنا هازين الكاميرا يعني حنا غنصوروا الفلوغ شدها يونس كنشدها بحال هكا وما كانش كيصور جا واحد السيكوريتي قال له لا ممنوع التصوير وهذه وهذه يونس ما بغاش يحبس باش نفهموا فين ممنوع التصوير لحقاش حنا يعني ديجا كنمشيو لي مول وقاعد يوتيوبرز كيصوروا في لي مول يعني شي حاجه اللي ماشي ممنوعه شحال مره صورنا والسيكوريتي كيشوف فينا وما كيقولناش انا ما فهمتش بغيت نفهم شنو صرا هذا راس الطوبيه هذا عصبني لا عايز انا دويت معاه شنو قلت له لا انت صافي انا قلت له اصلا ما غاديش نصور فهاد قال له انا لا قال له انا اصلا ما كنصورش صافي ما غاديش نصور قلت له خلينا غير نفهموا شنو ما يمكنش ما كاينش التصوير
في المول ما يمكنش، هذه ما كايناش، راه بنادم كيصور لما كان بالكاميرا كيصور بالتليفون، كلشي راه كيصور، كيصور الا ما صور فيديو كيصور التصويره. انا بغيت نفهم شنو بغينا نصور، شنو اللي ممنوع التصوير. ما عرفتش، انا شكيت بلي ممنوع التصوير غير في ديك الدخله، لحقاش كيكونوا الكاميرات دابا مع هاد الكورونا كيكونوا داك الكاميرات وداكشي ديال الميزان باش كيعطوا الحراره. انا شكيت واش غير في ديك البلاصه هذيك ممنوع، ولا حسب لو كتصوروا هو، ولا حسب لو كتصوروا هو، ولا حنا ديما كنحاولوا ما امكن اننا، المهم غنطول عليكم في الهضره غير سمحوا لي باش نعاود لكم شنو كاين. ديما كنحاولوا ما امكن اننا في الفيديو ما نشدوش معنا الناس غير باش نجنبوا هاد المشاكل، لدرجه كانوا كانت قالت لي ماما واش البلاصه اللي كتمشي ولا ما كيكونوش فيها الناس، وحنا كنحاولوا مثلا كنمشيو ل اي بلاصه، مشينا للجرده كنحاولوا نشوفوا البلاصه اللي ما فيهاش الناس باش نجلسوا، اولا حنا ناخذوا راحتنا في التصوير، وثانيا ما يجي حتى شي حد يقول لك لحق ما تصورنيش واش صورتيني ولا، يعني كنحاولوا نتفاداوها من ديبار. ايوا صافي هادشي اللي وقع، صافي رجعنا طلعنا الدم، مابقيناش باغيين كاع ندورو داك الجيم، درنا غير واحد الدوره قلت له ما بانليش هذاك كاين داك دي جي اشراف وداك شي محلات اللي كيكون عندهم الكاميرات وهادشي ما لقيناش. صافي رجعنا من بعد شموس رجعنا مشينا للانمول عليهم ما خليني نكمل هضرتي، رجعنا مشينا للانمول تما اللي لقينا هذاك في دي جي اشرف، ولكن لقيناه غالي. دي جي اشرف سميتو ياك ولا دي جي شرف؟ كاين دي جي شرف. دي جي شرف هو اللي لقينا عندهم سولنا وما تلقاش ما كاينش. قلنا 1590 درهم. صافي المهم انا دوك الفلوس 75000 مغربية باش نشري وين هو هذاك صراحة قاصحة. المهم يعني ماشي هذيك اللي بغيت، كاينة وحدة أخرى ماني ما سولتوش وين باينة غتكون 2000 حتى هي. المهم هي زوينه، ولكن حنا حاليا ما قديش على فلوسها وما دايرينش داك المبلغ في يعني في الحسابات ديالنا. المهم هادشي اللي كنت باغي نشري بداك 400 درهم اللي ربحت، ويونس 100 درهم ديالو شرا لي حوايج. 100 درهم اللي ربحت منها، 100 درهم اللي ربحت في التحدي شرا لي حوايج. المهم غادي نوريكم هذا، هاد الطوم، هاد صايه حسيت بالصايه ديالي كيجيو هكا طوال. المهم هادي بشحال لقيتهم دايرين سولد، صراحة دايرين سولد زوين، مكنتش ولا شي حوايج، ديما أنا مكنتش ولا تشري حوايج ولكن لقيت سولد 39 درهم إماراتية. وهذا كاب معاها كيجي طويل حتى لتحت، صراحة هما مكانوش مغين هما، ولكن نفس اللون ومعلقين وحدة حدا شي 11، طويل حتى لتحت كيجي مفتوح، وأنا فكرت لبسو معاها حيت هو كيجي حتى لتحت بحال شكل عباية مفتوح. خليني نهضر، ولكن انا فكرت نلبسو مع الصايع، انا غادي نقيس، صبر انا غادي نقيس لكم وقولوا لي شنو انا فكرت نلبسو معها، وندير تي شورت في البيض وسبرديده في البيض، وخديت الشال اللي غادي يجي مع هذا لونسون اللي انا غنوريكم، ولا نلبسو حتى مع سروال ولا شي كسوه طويله حتى هو غادي يجي زوين. والشال هو هذا فيه الكري وفيه تقريبا هذا اللون، هذا خديته من ماكس هاد المرة، ما لقيناش شي، ما عندهمش شي حاجة، هادشي خديناه من شنو سميتو من كارفور. انت تلبسها وتوريك وتخليكم وتخليلكم تصور؟ لا غادي نمشي نصور فيديو. طولتي عليهم انتي ما قلتيهمش راه شريت الشورت. مش الشورت، لا في الاول حيدت لك التكية وبصقتك في الماتك وصبت التكية. المهم خليكم اخوتي، هذا هو الفيديو ديالنا ديال النار، وغادي نوريكم حتى الطرابية رديتها اشواق اللي كانت غتشري لي، يعني لقيتها داكشي اللي بغات تشري لي هو نفس اللي بغيت نشري، اللي بغات تشري هي زعما نفس الشيء اللي كان نفس اللي كنت باغي انا هو نشري، هي السيلفي ديال الكاميرا والميكرو. وحنا دابا غادي نمشيو السيلفي هذا راه وهذاك الجيمبر ولا سميتو السيلفي عندنا باش كيصور، حيت غادي نحتاجوه ان شاء الله في الفيديو الجايين ان شاء الله. كل شي حاجه بغينا نصور شي حاجه تكون زوينه وغادي نطلبوا داك الشيء ان شاء الله اونلاين. دابا تشوفوهم ياك اشواق ان شاء الله، بقى على كنت كدوك الفلوس هادوك الفلوس ناخذو بيو. كيقول لي دخل تشوف الاخر، المهم كنشوف لي زاكسسوار والحوايج، كنت قلت له صافي بارك عليا غير هادشي باش حيت الا ما غصت داك الفلوس ما غاديش نشريو هذاك، حنا بغينا نشريو هذاك وصافي. خليونا خليكم معنا خوزي. انا شريت المنداري مغربي واخا غالي، غنشوفو كي جاي المنداري، وما احلى المنداري. اشوق راه كتلبس يا بسم الله.
ما جهزكمش اخوز، قلت حدايا انا نجيبكم كورباج ياك اشوا. الصراحة هادشي زوين وبنين. المهم كيما كتشوفوا خرجنا خرجي جا زوين انا واشوا، واخا خريجة من حوسة ما نعرفو. ونساش ما قالت لكم جو واحد الحاجة، تسد علينا الباب ونسينا السواس. نسيت السواس وانا صحابني كتنز عليا وصابي انا كتنز عليها والله العظيم. وبالدراب اش بدر باش فتح الباب. شوف واو شوف واو شوف واو ليكم معايا. ولا جاتك واعره؟ جات واعره عجبتني. اجي شوف قولوا لي رايكم، وخاصك تسولني واقفه باش تبان. دقيقه خوتي، هذه هي اللبسه اللي شراتها اشوق. صراحه عجبتني. ها هي جات، هذه جايه بحال الشكل، جايه محترمه وزوينه، والثوب ديالها واعر تيخفيف صيفي صافية. خاص غير شي صوفيت ما صراحه، شي تي شورت تكون جديده زوينه. ايوا صافي بين جات زوينه، ولكن وحده كنت شفتها كنت غناخدها وجات حطيتها، كانت غاجي معاها فنه حتى هي. ايوا راني قلت لك خديها غير من لبسها هكا جايه زوينه. ايوا المهم الصبر ديالها في البيض، راني عكست لبس الصبر ديالها بيضاء. المهم تخيلي لبسها وقولوا لي كيف جاتكم. وكيف ما قال يوسف، هاد النهار ديال الكوارث نسينا السوارت فرع الباب. انا جلست بالدراب ويا ما عندها غرض كاع ساكاس علف في الشاورما والسيمز كيقلب باش يفتح. هي الجوع قلت غادي نجي خديت غير صوبيت الشاورما خفيف حيت موجده العشاء. المهم وجدت واحد الصينيه هذيك اللي كتلاطه اللي كدار في الفران تاع الخضره والدجاج، وجاني الجوع قلت غير باش نعمي الجوع. ايوا جينا لقينا الباب محلو، زعما انا ما نطيب، جينا لقينا الباب ما عندناش السوارت. قست في الدريجه بقيت كناكل وخليت يوز كيحمى الضربه شي حسب. المهم فتحنا ودخلنا. في شكل والله الا هذا النهار في شكل شي نهار زعما كيخرجوا هكا من الجلد. المهم باش ما نطولوش عليكم، حنا طولنا. كنتمنى يكون الفيديو ديال هذا النهار عجبكم وتكونوا استمتعتوا معنا ودوزتوا وقت زوين. واذا كان عجبكم الفيديو بحال العاده ما تنساوش ديروا لنا لايك وتعملوا شير للفيديو وديروا بارطاج مع عائلتكم باش تكبر عائلتنا. وشنو عاود، كنبغيكم بزاف وكنحماقوا عليكم. وباي باي. يلا بسلامة، مشينا كل المنداري.